وقد عودتمونا من قبل المقاطعة في كثير من المرات. ولا بد طبعا من توضيح الموقف في هذه المسألة وتقديم الجواب الشافي الكافي بإذن الله وعونه. نحن من الذين قاطعوا طبعا في العديد من المرات، لكن هل المقاطعة خيار سياسي سليم صحيح مفيدا نافعا للشعب؟ وقبل ذلك، هل المقاطعة الدائمة خيار من الخيارات الكبرى التي يرضى عنها المولى عز وجل فيثيب صاحبها، وفي نفس الوقت تكون أداة لتبرئة الذمة؟ نظام الحكم طبعا استبدالي كما قلت. ألا تحبون مثلا أن يكون الحكم المؤسس على رضا الأمة ساهرا بالفعل على رعاية الصالح العام، صالح الناس جميعا، قائما على خدمة المصلحة العامة يعني، وساهرا بعد ذلك على خدمة المصالح الخاصة؟ قال واحد يقول ولكن احنا عندنا مدة وتكون انتخابات وما كانش شيء. ونقول لك ونقول له نعم، لأن الانتخابات ما عمرهاش كانت حرة ونزيهة. ولهذا والذي يدل على هذا دساتير البلاد، مش فقط ممارساتهم وتطبيقاتهم، بل دساتيرهم. دستور 89 اشتمل على ثغرات كثيرة جدا في هذا الجانب، دستور 96 نفس الشيء، دستور بوتفليقة 2016 نفس الشيء، وحتى الدستور الحالي نفس الشيء. وقد انتقدنا هذا وبيناه بالدليل العلمي والقانوني والدستوري وما إلى ذلك يعني. من الغلاء ضعف العملة إلى غير ذلك، لماذا؟ لأنها لم تتأسس على القواعد التي تجعل مثل هذا الجهد في الإنتاج يؤتي ثماره ويعود نفعه للمواطنين. وكل برنامج اقتصادي وإن على شأنه ومهما كان واضعوه، إذا لم يتأسس على أسس صحيحة هي القواعد كما قلت التي ينبني عليها كل تنمية اقتصادية واسعة وكل نهوض حضاري شامل، فهو لا يجد نتيجة. ولذلك كانت دساتير عند جميع الدول هي الخطوة الأولى التي يتم العناية بها ويبذل جهد من أجل التأسيس لها. لكن في بلادنا كون الحكم في أيادي غير الناس اللي عندهم ثقافة بشرع الله ومعرفة بالواقع نتاع الأمة، وإنما أناس اسمهم أحمد ومحمد وعبد الله والطاهر وروح يعني أسماء جزائرية، ولكن عقولهم، ثقافتهم، ميولاتهم، مشاعرهم فرنسية. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.